معانا دلوقتي موضوع على المستوى الإنساني غريب جدا، إنه بني آدم يعمل كده في بني آدم لمجرد إنه هو عامل عنده أو لمجرد إنه هو ضعيف بيبحث عن قوت يومه إلى آخره. الموضوع خاص بقطر، فضيحة جديدة لقطر. بطل الحدوتة دي شقيق الأمير، هو خالد بن حمد آل ثاني، متهم بإنه بيتاجر بالبشر. إزاي؟ بيسيء معاملتهم، معاملة الموظفين. تخيلوا لما يبقى في شخص بيساعدنا في الحياة في أي جانب فيها، سائق أو موظف في المكان، ناس كتيرة جدا محيطين بينا، ولكن العلاقات في النهاية بيكون فيها نوع من التعامل الآدمي. هي حتى لم ترتقي إلى التعامل العادي، لأنه لما اتضايق منه ولما عاقبه على شيء هو يعني اتصرف فيه غلط، موقف اتصرف فيه غلط، اللي حصل انه اخذ الطوق الكهربي اللي بيبقى مخصص للكلاب، وده بيبقى طوق مخصص لعمليه التدريب ولعمليه يعني النظام في التعامل مع الكلاب اللي خاصه بالحراسه الى اخره، والطوق ده بيبقى فيه كهرباء، ليه طريقه تعامل معينه، مش ده موضوعنا، والناس اللي بتشتغل بيه فاهمه هي بتتعامل بيه ازاي مع الحيوانات، وفاهمه ازاي تجيد استخدامه. تخيلوا لما يحب يعاقب سائق عنده لأي موقف هو تصرف فيه غلط، يخلي الطوق ده في رقبته. الطوق 50,000 فولت، بيطلع 50,000 فولت كهرباء، حضراتكم متخيلين؟ وطبعا الراجل مات. ايه عملية التعذيب دي؟ ايه القسوة وال يعني السيادة قوي على البشر دي؟ في النهاية هو أصبح قاتل، قاتل لشخص هو افتكر انه يعني موته عادي، يعني زي ناس ماتت قبل كده على فكره في الدوحه وهي بتبني وبتعمر في استاد وفي حدث رياضي بيساهموا فيه بمجهودهم وبدمهم، وهم في النهايه فعلا ناس كتيره ماتت وانتهت في المكان ده. ده موضوع تاني، والموضوع ده بقى في ناس شافته، وجماعه من الشخصيات اللي بتعمل في الدوحه من الولايات المتحده الامريكيه قرروا ان هم يقيموا دعوه تجاه الموقف اللا انساني اللي حصل ده، اللي هم شايفين انه تجاوز كل الحدود وانه في اختراق لاي تعامل ما بين البشر، وانه لا يوصف باي شيء، الكلمات تعجز عن وصفه، انه يعاقبوا هذا العقاب حتى الموت ايا كان التصرف اللي عمله. شيء مرفوض وشيء غريب وبعيدا عن اي حاجه، اقل حاجه تقام دعوه، المفروض يبقى في حساب عسير وفي عقوبه قانونيه رادعه مهما كان هذا الشخص ومهما كان منصبه. هي القضيه بالفعل يعني منظوره في المحاكم الامريكيه، وهي طبعا لا تفصل في هذا الاطار، انا مش عارف ايه حجيه المحاكم الامريكيه، ولكن هي موظفين امريكان هم اللي كانوا شغالين في مضمار سباقات الدوحه اللي بيمتلكوا شقيق امير قطر، وبالتالي هم اقاموا الدعوه في الولايات المتحده الامريكيه، واكيد هيكون فيها فصل قريب.